يعني انت من الريف للارياف، ما كان حسب ما بتسمع من اهلك، انت اكيد ما رح تذكري اي شيء، بس كان في شيء حملات للتلقيح وللتطعيم بوقتها او لا؟ ما بعرف. ما بتعرفي؟ لا. ولا جربتي تسالي اهلك على الموضوع؟ هم اهملوني. كان اهمل منهم. كنت بتمنى ان انا امشي واقف، يعني حتى لو امشي على جهاز، يعني بجهاز كده. بجد ده كان حلمي. كانت كيف أمنيتي. مروا السنين عليك يا نادية؟ أقول لك إيه، والله العظيم ألم وندم وعذاب وحيرة، فوق ده كله أسوأ أسوأ أسوأ. من قبل من؟ لأسرة. لأسرة هي سبب الإهمال وهي سبب القسوة؟ سبب الإهمال وسبب الأسوأ في المعاملة، كل حاجة، تعدي، ضرب، إهانة، ذل، بيعيروني بحالتي، كل حاجة. ما حدا وقف إلى جانبك؟ لا، كنت بتضرب، بيعتد علي منهم كلهم. طب ليه؟ ليه نادية؟ ليه هذا عشان أنا الكسر؟ كده، أنت بعدك عايشة مع أهلك؟ لا، تركت البيت؟ مين هلأ عم بيساعدك لتقدر تقومي بمهماتك؟ أهل الخير، ناس مش من أهلك، ناس غرباء، ناس غرباء عم بيساعدوك. يعني بجد تعبانة ومخنوقة ومتضايقة، محتاجة حد يحس بيا. نحن حاسين فيكي، وانت اليوم على الاعلام طلعتي لحتى تحكي قصتك وتخبري خبريتك ونتيجه الاهمال، ومش لازم ابدا نتغاضى عن اي تلقيح دكتور بخص الاولاد، لانه هيدي الصبيه اللي قدامنا يعني عم تتحمل وزر واعباء. مظبوط، اهمال غيره، اهمال غيره، ومش حيلا غيره، يعني اهل عم نحكي. في ناس يعني في مشكله بقابلها، كل ما حد بيكلمني في الموضوع ده بنهار. مش عايزه افتكره، مش عايزه افتكره. انت تعبانه نفسيا وكل حاجه، نفسيا وجسديا ومعنويا وكل حاجه. ناديه، حياتي كلها اتدمرت. انت جربتي تحكي مع اشخاص بقصتك؟ يعني حاولت تقومي ببعض حملات توعيه، تساعدي مع ناس لحتى تفسري لغيرك انه في حال الاهمال شوفوا شو بده يصير فيكم؟ اكتر حاجه بتقتل تخنق ظلم اسرتك ليكي، وانتي في حالة قاسية زي دي. ظلمة ظلمة ظلمة، يعني مش عارفة اتكلم ولا اقول ايه. مش هقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. رحمة الله هي الموجودة.